بالاول كنا نشتري بس قليل يعني نادر نشرب، وانا نجيب من امونيا 3 جرامات ب10 يورو. بعدين الواحد يعني اذا بده يرتقب بطريق ثاني يصير ما يوفي مع الحشيش، بيصير بياخذ بالحب، بلش تعاطي الحب. الحب يتعاطى من يعني اوطى نوع وهو يطالع بعلي، بعدين بصير ياخذ البوبلي. البوبلي ينباع بحديقة الكساندرا، سبلاتية الكساندرا، ينباع حبة البوبلي ب1 يورو. يجي الواحد يشتري حبتين ثلاثة ويبلعه، يصير انه ينسى كل شي، بيضل مخه فاضي وناسي كل شي شو بيسوي، ما بيعرف ثاني يوم بيكون ناسي كل شي صار معه. هلا بدك عندي البوبلي وشيشة، وبعدين يصير ياخذ الشيشة. الشيشة هي بلورة بيحطوا جوا بيها الكريستال، حجر الكوكايين، يسوي من الكريستال بيحطوا منه بالقلب البلورة وبيحرقها على تصير على الداير البلور، تكون منقوبة هي وإلى مكان تسحب منه، بتشغل وتصير تسحب. يعني إذا البلورة حقه 1 يورو وانت اول شيء بتصير بتعبي ب4 يورو، مثلا تعطيه 5 يورو 1 يورو البلوره و4 يورو كريستال، بعدين بتصير تعطي اكثر، بتصير ما بتعبي معك نهائي، بعدين بتصير بتعبي اكثر، بتعبي ب10، بتعبي ب15 يورو، بتعبي يعني قديش ما يصير عندك بتعبي بتعبي. بعدين تاخذ على الشم، تطلع على الشم، الشم تعاض البريزة، كون جيب حجر كوكا، صغر كوكا حجر، بيشتري الجرام بمناطق يبيعونها ب25 يورو الجرام، وبمناطق بحجر بالبرات المدينة بيبيعوه ب25 يورو الجرام، وبحديقة الكساندرس بيباعوه ب40 45 هيك شي الجرام الواحد. بعدين يصير بيشم ويصير متعاطي نظامي، بيصير مدمن، يصير يعمل يعني أشياء غريبة، يعمل أشياء كثيرة بده يبيها بده غيره. يصير الواحد إذا ما كان معه مصاري يعني من يقطع من المصاري بيشوف مين بده يشتري، بياخذ منه المصاري، بيروح يجيب له من الحديقة ويخصم مصاري على طرف، بيخصم شوي من الكوكا بيبيعه بأغلى، لا يخصم شوي له على الطريقة هاي تصير. بعدين الواحد يصير مدمن على كل شيء، يصير ما بيقدر يترك نهائي.